يا صباح الخير على حضراتكم مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بحضراتكم مع صباح جديد وبالتالي حلقه جديده من هذا الصباح على شاشه اكسترا نيوز. النهارده يوم الاربعاء 30 اكتوبر لهذا العام 2024، وكالمعتاد يسعدنا وبيشرفنا نكون موجودين مع حضراتكم في حلقه جديده على الهواء مباشره ولمده ساعه من الان وحتى التاسعه صباحا. هنتجول في هذه الحلقه مع العديد من المحطات المصريه والعالميه المختلفه. تسعدني انه النهارده تكون هذه الجوله بصحبه زميلتي العزيزه مروه فهمي. صباح الخير عليك يا مروه. صباح الخير يا باسم، وصباح الخير على كل مشاهدي اكسترا نيوز في كل مكان. والنهارده هنقدم لحضراتكم اكتر من موضوع مختلف كالعاده، على راسها متابعه لاخر التطورات، تطورات الاوضاع السياسيه والميدانيه في غزه والضفة الغربية، مع استمرار العدوان والتصعيد العسكري المستمر على المدنيين. وأيضا هيكون معنا من ضمن جولتنا متابعة لفعاليات مؤتمر الاستثمار اللي بيقام في السعودية، وبيشهد حضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي. ده إلى جانب محطات تانية كتير ومختلفة هنتوقف عندها خلال وقت البرنامج. ودلوقتي اسمحوا لي نبدأ حلقتنا باستعراض لأهم وأبرز العناوين. استخفاف مرفوض بالمجتمع الدولي، مصر تدين إقرار الكنيسة الإسرائيلي تشريعا بحظر عمل الأونروا. رئيس الوزراء يعرض أجندة الإصلاحات الاقتصادية بمصر في مؤتمر مستقبل الاستثمار. لغة الضاد، دور علم النحو في صون اللغة العربية. أهلا بحضراتكم مرة تانية، ودلوقتي نبدأ أول جولتنا في هذا الصباح مع ملف الأزمة الفلسطينية ومتابعة لتطورات الأوضاع في غزة والضفة الغربية في ضوء العدوان والتصعيد الإسرائيلي العسكري المستمر. وفي هذا السياق أدانت مصر إقرار الكنيسة الإسرائيلية لتشريع يحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، ويحد من قدرتها على تقديم الدعم للمواطنين الفلسطينيين بالأراضي الفلسطينية المحتلة. ووصفت مصر هذه الخطوة بأنها جزء من سلسلة طويلة من الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والإنساني، وتعكس استخفافها مرفوضا بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة. كما جددت مصر رفضها المطلق لكافة الممارسات الإسرائيلية لتهجير السكان الفلسطينيين من أراضيهم وتصفية حق العودة. وطالبت مصر المجتمع الدولي والمنظومة الأممية وفي مقدمتها مجلس الأمن بالتصدي بصورة حازمة لهذه الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية السافرة والممنهجة، مستنكرة النهج الإسرائيلي الذي لا يكتفي بارتكاب الجرائم ضد المدنيين الفلسطينيين العزل، بل ويستهدف تقييد كافة الجهود الرامية للتخفيف من المعاناة التي تخلفها السياسات والممارسات الإسرائيلية. كما شددت على أن دور وكالة الأونروا لا يمكن استبداله أو الاستغناء عنه. للمزيد من التفاصيل مشاهدينا الكرام بيسعدنا ان ينضم الينا عبر الهاتف الدكتور احمد سيد احمد، خبير العلاقات الدوليه. صباح الخير على حضرتك يا دكتور احمد. صباح الخير عليك باسم، وصباح الخير عليك مروه. اهلا بحضرتك. صباح الخير. بنتحدث اليوم مع حضرتك يا دكتور عن قرار جديد او تشريع جديد من الكنيسة الاسرائيليه، يعني مزيد من الطعن في الشرعيه الدوليه.
القرار إذن يعني بيصف أو بيمنع الأونروا، منظمة الأونروا، من العمل في الأراضي الإسرائيلية، وبالتالي التساؤل هنا بيصبح هل أصلا الأونروا موجودة على الأراضي الإسرائيلية في أماكن عملها؟ هذا أولا، وثانيا ألا يمثل مثل هذا التشريع نية واضحة جديدة من أجل تصفية القضية الفلسطينية بالإضافة لمنع عودة الفلسطينيين إلى أراضيهم، وهو الملف الشائك ويتم تناوله منذ فترة طويلة؟ وبالفعل باسم، بالنسبة للشق الأول، هذا التشريع الذي أقره الكنيسة الإسرائيلية طبعا يعد غير قانوني ويتعارض مع القانون الدولي، ولا يمكن تشريع وطني أو أن يكون صحيحا طالما أنه يتعارض مع القانون والشرعية الدولية. الأمر الثاني، هذا التشريع أيضا لا ينطبق على عمل وكالة الأونروا. الأونروا أنشئت بقرار عام 49 وفق الأمم المتحدة والجمعية العامة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وهم 6 ملايين في 6 مناطق واضحة. هناك 3 في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية المحتلة التي هي أراضي احتلال بموجب القرارات الأمم المتحدة واحتلال إسرائيل عام 67. ولذلك عندما تمنع إسرائيل الأونروا من العمل في القدس المحتلة أو في أخليها، فهو طبعا يعد مخالفة صريحة وانتهاك واضح للقانون الدولي. النقطة الثانية والمهمة في هذا السياق، أن هذا التشريع هو بيعكس السياسة الإسرائيلية العدائية الممنهجة ضد الأمم المتحدة وضد الشرعية الدولية، وعودة إسرائيل دائما العالم على أن تضرب بعرض الحائط القرارات الدولية ولا تنفذ هذه القرارات، وأن تحتقر الأمم المتحدة وأن تستعدي الأمم المتحدة ولا تبالي بهذا القرار، وتقوم باستهداف الأونروا في الأراضي الفلسطينية كما استهدفت الأنوفيل في لبنان، وهي تستهدف كل ما يتعلق. النقطة الثالثة والخطيرة أيضا هو أن حكومة الاحتلال لا تريد أن يكون هناك شاهد عيان على جرائمها وجرائم العبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، لأن الأونروا بكل شهاداتها على مدار عام كامل أكدت أن ما تقوم به إسرائيل من جرائم، من منع المساعدات الغذائية، من منع المساعدات الإنسانية، من استهداف المنشآت، حتى استهداف أماكن تجمع النازحين في المدارس التابعة للأونروا، كلها جرائم حرب، وإسرائيل لا تريد أن يكون هناك شاهد حقيقي، لأن هذه الجرائم تستوجب العقاب والمحاسبة الدولية في القانون الدولي. يعني دكتور أحمد، نحن أمام مشهد مأساوي يتكرر كل يوم في مختلف المناطق، سواء كانت في غزة، في الضفة الغربية، أيضا هناك أنواع من العنف المتكرر، وأيضا نتابع اعتداءات إسرائيلية مستمرة في لبنان. ولكن إذا توقفنا عند سلسلة طويلة من الانتهاكات الإسرائيلية التي ذكرتها قبل قليل للقانون الدولي والقانون الإنساني، اليوم أو باليوم أمس مصر تطالب المجتمع الدولي والمنظومة الأممية باتخاذ موقف حازم ضد ما يحدث من هذه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقانونين الإنساني والقانون الدولي. ما الرد المتوقع في هذه الحالة؟ هل نتوقع أن يكون هناك رد حازم وقوي للمجتمع الدولي في ظل يعني عجزه الكامل، وهناك صمت للعالم أمام كل الإبادة الجماعية التي تحدث منذ أكثر من عام في غزة؟ في الواقع مروة، بالنسبة للشق الأولاني المتعلق بالدور المصري، مصر شكلت صمام أمالي فعلا، ومصر كشفت واعترضت واعتبرت أن هذا القانون هو غير قانوني وغير شرعي، لأنه يمثل جريمة إبادة جماعية وجريمة حرب، ويستهدف تهجير القصر الفلسطينيين، ويستهدف ممارسة سياسة التجويع ضد الشعب الفلسطيني ومنع دخول المساعدات، وهي جريمة بالطبع، وقامت مصر بكشفها. النقطة الثانية أيضا، أن المجتمع الدولي عندما نتكلم عنه هو ليس كتلة واحدة، نتكلم دائما عن المجتمع الغربي الداعم لإسرائيل. يعني الموقف الأمريكي لم يتجاوز فقط حدود التعبير عن القلق، وكذلك المواقف الغربية، هذا القلق لم يترجم إلى ضغوط حقيقية أو منع كيان الاحتلال، ليس فقط من إلغاء ومنع هذه التشريعات، وإنما الضغط عليه لإدخال المساعدات الإنسانية. مجلس الأمن الدولي هو معطل ومستبعد بسبب الفيتو الأمريكي، ولا نتوقع أن هناك تحرك حقيقي من المجلس ضد إسرائيل لردعها، لأن إسرائيل لا تتضع لا أخلاقيا ولا قانونيا ولا إنسانيا. وبالتالي هنا المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية الأكبر، أو المجتمع الغربي الداعم لإسرائيل، لأنه يشجع على هذه الجرائم، جرائم الإبادة الجماعية. ما يحدث الآن في جباليا، في بيت لاهيا، في شمال قطاع غزة، من محاولة منهجة للتهجير القسري وتجويع الفلسطينيين، وبحيث أن الفلسطيني الذي لا يقتل به الرصاص والصواريخ يقتل به المرض والجوع، وهذه سياسة إسرائيلية واضحة وجريمة إبادة جماعية. ومع ذلك المجتمع الدولي الغرب بتحديدا نقول أنه لا، فقط من باب زر الرماد في العيون يتكلم عن القلق أو المعارضة أو التعبير، لكن إسرائيل لا ترتدع. وبالتالي هنا التحرك المصري على الجانب الإنساني، مصر منذ البداية وحذرت من مخاطر
يعني قطع التمويل على الأونروا. نسترجع مروة منذ أشهر عندما صدرت محكمة العدل الدولية قرار يطالب إسرائيل باتخاذ إجراءات احترازية ضد قتل الفلسطينيين. ماذا حدث؟ قامت أمريكا ودول غربية بقطع التمويل على الأونروا. ماذا يعني هذا؟ يعني أن هذا الموقف الغربي المزدوج هو من شجع إسرائيل أن تستمر في استمرار المعاداة واستعداء واستهداف الأونروا، ليس فقط حظر أنشطتها ولكن أيضا استهداف عمالها تحت مزاعم واهمة لم تثبت حقيقتها. وبالتالي هناك سياسة إسرائيلية لتثبيت حق العودة الفلسطيني ومنع عودة اللاجئين، لأن الأونروا أساسا أنشأت لتشغيل وأغاث الفلسطينيين حتى يتم عودة هؤلاء إلى أراضيهم المحتلة. وأنا في اعتقاد هذا الاحتلال إلى الزوال، ولذلك الموضوع يأخذ أبعاد خطيرة ليس فقط إنسانية في تجويع الفلسطينيين وليس فقط قانونية فيما يتعلق بمحاولة إلغاء. يعني دكتور أحمد، الموقف المصري راسخ وثابت منذ اندلاع الأزمة وحتى الآن، وأيضا هناك تحريك للموقف للمشهد بأكمله واقتراح يعني إقامة هدنة مؤقتة ومن ثم هدنة دائمة، ولكن نتنياهو حتى الآن يصر على التعنت الإسرائيلي، ويعني حتى لو نتحدث عن مفاوضات يريدها تحت النار. بشكرك جزيل الشكر دكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية على كل هذه التفاصيل. دلوقتي نروح مع حضراتكم لمحطة أخرى خلال هذا البرنامج، هنسافر فيها إلى الرياض عشان نتابع مع حضراتكم تفاصيل النسخة الثامنة لمؤتمر مبادرة الاستثمار مستقبل الاستثمار اللي بيقام في السعودية خلال الفترة من يوم 29 أكتوبر لحد يوم 31 من الشهر نفسه. بيشهد هذا المؤتمر أو نسخته هذا العام حضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. في خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية استعرض دكتور مدبولي الجهود الحكومية لتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والتعاون الوثيق مع مختلف الشركاء الدوليين. أشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية انعكست بشكل إيجابي في تقارير المؤسسات المالية الدولية حول الاقتصاد المصري على الرغم من التوترات الإقليمية الحالية وحالة عدم الاستقرار الدولية الموجودة. وشدد دكتور مصطفى مدبولي أنه على الرغم من هذه التحديات فإن مصر عازمة على المضي قدما وبخطى ثابتة في مسيرة التنمية الشاملة ومواصلة العمل من دون هوادة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر العديد من المحاور، ومنها تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة عملية التنمية الاقتصادية وتحقيق الأولويات والخطط الوطنية والنهوض بقطاع الطاقة. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور محمد البهواشي الباحث الاقتصادي بجامعة السويس. أهلا بحضرتك يا دكتور، صباح الخير. يا أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، صباح النور. أهلا بك. يعني رغم كل التحديات رغم كل التوترات الإقليمية الموجودة والتي تشهدها المنطقة، إلا أن مصر يعني تسير في خطى ثابتة وراسخة في سبيل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. هناك جهود كبيرة تبذلها الحكومة المصرية في ظل تحقيق وتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، كيف انعكست من وجهة نظرك على الاقتصاد المصري مؤخرا؟ بداية بحضرتك وسائل المشاهدين، طبعا جهود كثيرة بذلتها الدولة المصرية في الداخل بداية من خلال ثورة إصلاحية طالت كل القطاعات الاقتصادية في مصر، إلى طبعا إلى أن وصلنا إلى النهج تنتهج الدولة المصرية وهو إلقاء الضوء على ما فعلته الدولة المصرية وما لدى الدولة المصرية من إمكانيات استثمارية في كل المحافل الدولية. فشاهدنا في الأسبوع الماضي قمة البريكس بإشراف مباشر وحضور سيادة الرئيس وإلقاء الضوء على ما لدى مصر من فرص استثمارية. الأسبوع الماضي كان قمة بحضور وزير المالية في البنك الدولي والصندوق الدولي، بالأمس الدولة رئيس الوزراء في الرياض. كل هذه الأمور طبعا هي النهج اللي احنا بنقول الدولة بتتبعه من خلال منابر عالمية بحضور مستثمري العالم لإلقاء الضوء على ما أحدثته مصر من طفرة إصلاحية وما أحدثته من ثورة في البنية التحتية وتهيئة مناخ الاستثمار.
وتذليل كافة العقبات التي كانت تواجه المستثمر بصفة عامة والاستثمار في وقت من الأوقات. النهاردة الدولة من خلال برامجها الإصلاحية، القضاء على البيروقراطية، الوصول إلى فكرة الرخصة الذهبية التي قلصت كثير من ما كان يعاني منه المستثمر، الدعم الغير محدود اللي بتقدمه الدولة لفكرة الاستثمار بصفة عامة، أعتقد ده كله حاضر في من على هذه من خلال هذه المنابر. طبعا يمكن دائما ما نشهد أن دولة رئيس الوزراء أو الحكومة هي بتطرح ما ذهبته الدولة من جهود إصلاحية، يعني النهاردة قلنا في الرخصة الذهبية، في الإصلاح في السياسة النقدية وتحرير سعر الصرف وترك الآليات السوق، دي كانت نقطة مهمة جدا. الإصلاح التشريعي اللي من خلال القانون الضمانات وحافظ الاستثمار، طبعا كل هذه الأمور جهود، بالإضافة طبعا إلى ما لدى مصر من فرص، أعتقد أن هي حاضرة على المنابر. بالحديث عن الفرص هنا يا دكتور محمد، اسمح لي أسأل حضرتك بخصوص مشاركة دولة رئيس مجلس الوزراء في هذه أو في هذا المؤتمر وهذه المبادرة المهمة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كيف تزيد من فرص مصر في خليني أقول تسويق ما لديها من إمكانيات وفرص فيما يتعلق بوجود مزيد من الاستثمارات في مجال الطاقة تحديدا؟ طبعا احنا لما بنشوف النهارده هذه يعني القمم او هذه اللقاءات اللي بتجمع مستثمرين العالم بحضور اعلى قيادات الهرم القيادي في مصر، دولة رئيس الوزراء ممثلا عن فخامة الرئيس بالامس قريب فخامة الرئيس بنفسه، فالنهارده بيعطي ان الدوله المصريه لديها اراده سياسيه بتسعى الى تحقيقها على ارض الواقع. النهارده فكره او ملف الطاقة الجديدة والمتجددة أو الاقتصاد الأخضر بكل ما يمتلك من محاور، مصر سعت فيه وبتدفع به بكل قوة لزيادة استثماراتها الخضراء. الملف الطاقة الجديدة والمتجددة مصر قدرت إن هي تسلط الضوء على ما لديها من إمكانيات في سواء في إنتاج الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح اللي مكنتها إن هي تنتج فعليا وصناعيا الأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر، ودوت غير فكر العالم كله ووجه أنظار العالم لما لدى مصر من الاستثمار في هذا المجال. فعشان كده شفنا من بعد كوب 27 زخم كبير من مستثمري العالم للبحث عن الفرص الاستثماريه، وليس فقط في قطاع الهيدروجين الاخضر، لكن احنا بنقول ان الدوله توسعت في كل النطاقات الاستثماريه، ويمكن ضمت اليها حتى التنميه الزراعيه والعمران والاتصالات، بالاضافه كل هذه الامور طبعا. واعتقد ان المنطقه الاقتصاديه وقناه السويس هي نقطه تحول في اعين مستثمري العالم اجمع. بالتاكيد يا دكتور محمد، احنا يمكن ركزنا بس على الجزء الخاص بقطاع الطاقه باعتبار ان هو بيجمع ما بين الاستثمارات الخاصه من القطاع الخاص او الاتيه من القطاع الخاص ومن الخارج، وفي نفس الوقت بيتسق مع توجه المصري في زياده كل هذه الاستثمارات في مجال الطاقه الجديده والمتجدده، باعتبار يعني تحول المصري كي تتحول إلى مكان أو محور أساسي في الإقليم لتصدير الطاقة الجديدة والمتجددة. كل الشكر لحضرتك الدكتور محمد البهواشي الباحث الاقتصادي في جامعة السويس. مكملين مع حضراتكم في الشأن المحلي، ودلوقتي هنروح إلى سوهاج ومتابعة للحدث المهم اللي بتشهده المحافظة امبارح، وهو افتتاح معرض مقتنيات مقبرة ويني الأكبر، أحد أكبر أو أحد كبار رجال الدولة في عصر الأسرة السادسة وحاكم الصعيد.
تأتي أهمية المعرض اللي تم افتتاحه بالتعاون بين متحف سوهاج القومي ومشروع جامعة ميتشيغان في الجبانة الوسطى بأبيدوس، وباعتباره إضافة هامة لمقتنيات متحف سوهاج القومي، وأيضا بيخدم بشكل كبير توجهات وخطة المحافظة لتنشيط حركة السياحة وتعزيز أيضا وجود سوهاج على الخريطة السياحية المصرية وكذلك العالمية. نتعرف على تفاصيل أكثر عن مقتنيات مقبرة ويني الأكبر في سياق العرض التالي. خلينا نعرف تفاصيل أكثر عن هذه المقبرة وعن المقتنيات المهمة ليها من دكتور أحمد عامر الخبير الأثري. صباح الخير على حضرتك يا دكتور أحمد. يعني صباح الخير على حضرتك يا أستاذ باسم وعلى الأستاذ مروة وعلى كل السادة المشاهدين. صباح الخير يا فندم. سعداء بوجود حضرتك معنا في هذا الصباح. وما هو الجديد بخصوص هذه المقبرة؟ عايز أعرف من حضرتك خصوصا أنه كان تم اكتشافها واكتشاف مقتنياتها لأول مرة في سنة 1858، ثم أعيد اكتشافها مرة أخرى في 1999، وبالتالي هذه المقتنيات بالفعل كانت موجودة ومعروفة لدينا، ولكن تم تنقلها في عدد من المناطق المختلفة إلى أن استقرت الآن في هذا المتحف. بنتكلم عن متحف سوهاج القومي. يعني خلينا الاول نوضح ان سوهاج طبعا امبارح استقبلت حدث هام وحدث طريف، طبعا باعتبارها احد المحافظات الهامه جدا، وكانت العرابه المسكونه وكان بيحج اليها المصريين القدماء الحج الخاص بهم وفي الطقوس الدينيه، وكانوا كمان بياخدوا شرعيه الحكم ايضا لما كانوا بيروحوا ابيدوس لاوسيغ تحديدا. واحنا بنتكلم طبعا عن مقبره سوهاج الازهر، هنلاقي ان ده كان احد الشخصيات الهامه جدا في 10 الاسره الساشه، وكان مسؤول في البلاط الفرعوني في عهد المصريين القدماء. تم اكتشاف المقبره عن طريق بعثه مريس لاول مره عام 1858 بواسطه اوغست مريس. طبعا نقل المقتنيات وقتها اول حاجه خالص اللي كان منزل الاطفال كان زملاء في محافظه الجيزه، ثم فيما بعد تم نقلها ايضا الى المخازن في سقاره، ثم في اخر المراحل الخاصه بها كانت تم نقلها الى المتحف المصري بالتحرير عام 1999، وثلاث من خلال المشروع اللي عليه المتشان اللي هو اكتشاف المقبره مره اخرى، بالاضافه كمان ان هو نجح في العثور على المزيد من القطع الاثريه الخاصه بوني. المشروع نفسه كان بالتعاون مع مسؤول متحف سوهاج القومي، واستطاعوا ايضا جمع القطع الاثريه والنقوش اللي تم اكتشافها بمقبره بوني في هذا المعرض الجديد، وذلك منذ اول مره عام 1860. وهذه طبعا المقبره تم عرضها امس طبعا في حدث يعني فتوته الكثير من يعني الكثير من الاثريين وايضا محافظه سوهاج بالتحديد، وتم عرض المتحف القومي بسوهاج، ودي خطوه فريده لوضع سوهاج على المنطقه او الخريطه السياحيه، بالذات السياحه الثقافيه، على اعتبار ان سوهاج معروفه جدا وفيها معبد ابو زيد الشهير ومعبد الامبريون طبعا اللي يمكن اغلق الصرع على مستوى العالم موجوده فيه. يعني دكتور احمد زي ما حضرتك قلت ان هو تم عرضها في اكثر من مكان، ولكن تم يعني اتخاذ القرار بجمع هذه المقتنيات وهذه النقوش لاول مره وعشان تكون موجوده في متحف سوهاج. لو تكلمنا سريعا عن اهميتها لتنشيط السياحه ووضع سوهاج على الخريطه السياحيه العالميه. يعني سوهاج اكيد اهميتها طبعا الحاجه لما بتبقاش معروضه اساسا بالنسبه للناس طبعا بتخلي الناس بتبقى عايزه تروح تشوفها وتشاهد، لانها قطع اثريه فريده وتم تجميعها على اكثر من مره، فدي طبعا بتعطي يعني جذب سياحي هام جدا، الناس بتبقى متشوقه تشوف اثار لاول مره لما تبقى عرضها من قبل، فدي بتساعد على تنشيط السياحه رقم واحد. الحاجه الثانيه تعزيز السياحه الثقافيه،
الحاجه الثالثه ان شاء الله احنا بنحاول نعمل يعني التعميم حاجات كتيره جدا بحيث يتم تطوير السياحه التفريحيه وادراج مدينه تمام او محافظه سوهاج على القوائم العالميه لليونسكو طبعا لانها طبعا تراث فني شريف جدا واحد الاماكن الهامه في مصر المليئه بالاثار وبها كنوز مصر وتبعيه مصر بالكامل في المنطقه كلها اهميه على الاقصر ولكن هي طبعا تحتاج طبعا لكثير من التنشيط وكثير من بمعنى اوضح عرض الكثير من الاثار وتوفير بنيه تحتيه هائله وطبعا متحف سوهاج برضه بيتم عرض فيه مصريات هامه جدا للعصور المصريه القديمه ومعروف طبعا سوهاج بامانيتها لانها احد اللي هي كانت عاصمه يعني نقدر نقول عاصمه مصر في الوجه القبلي وهامه جدا وزي ما ذكرنا طبعا فالوزير اصلا او بيتم هناك طبعا الحاج الهي وبمعنى اصح بيتم اخذ الشرعيه من خلال معبد الوزير في أبيدوس ودي كانت حاجه هامه جدا في الحضاره المصريه القديمه في تلك الفترات عند تولي اي ملك الحكم. بشكرك جزيل الشكر دكتور احمد عامر على كل هذه التفاصيل الخبير الاثري. تعالوا نروح مع بعض مشاهدينا الكرام لملف آخر وهو ملف الترشيد والفوائد الصحية لي وأيضا المادية. حديثنا النهاردة هيكون عن إزاي ربة المنزل تقدر أن هي توفق ما بين أمورها واحتياجات المنزل المختلفة مع وجود ميزانية محدودة. دي ثقافة مهمة لازم نقدر أن احنا نشتغل على أن احنا نعززها في المنتجات اللي بتستخدم في المطبخ خصوصا المنتجات اللي ممكن تكون لها ضرر من كثرة استخدامها زي الزيت. إزاي نقدر نقدم طرق لطهي الأكلات المختلفة من دون استخدام الزيت أو حتى استخدام نسبة بسيطة منه علشان نقوم بترشيد الاستهلاك في نفس الوقت تكون الوجبات صحية بنسبة 100%. ده اللي هنقدر نعرفه مع حضراتكم مع هذا العرض ونرجع بعد. تنضم إلينا دكتور هبة يونس مدرس علوم الأطعمة بكلية علوم التغذية جامعة حلوان عشان تكلمنا عن الترشيد وكيفية استخدام الزيوت بشكل يعني صحي وإن احنا نحاول كمان نرشد هذا الاستخدام. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير أستاذة مروة. صباح الخير أستاذ باسم. صباح النور على حضرتك. أهلا بحضرتك. يعني في سؤال مهم جدا، إحنا دايما في البيوت المصرية بنعتمد على الزيوت بشكل كبير، بنعتمد على السمن البلدي، بنعتمد على الزبدة، يعني كل هذه الأمور لا يمكن الاستغناء عنها في البيوت المصرية تحديدا. لو اتكلمنا عن الزيوت تحديدا، هل يمكن الاستغناء عنها في أغلب الأكلات ولا ممكن إن إحنا بس نقلل الكمية؟ في الحالتين أستاذة مروة ممكن إن أنا يعني أستخدم الطريقتين، سواء إن أنا ممكن إن أنا أستغنى عن الزيت باستخدام طرق تانية صحية بديلة زي طريقة الشوي أو طريقة الطهي بالسوفيه أو بالبخار، أو ممكن إن أنا أقلل استخدام الزيت دي الطريقة التانية باتباع بعض النصايح لو أنا مضطر فعلا خلاص إن الأكل هيكون بشكل مقلي أو استخدام الأطعمة المقلية. طبعا ده هيتطلب مني بعض الإرشادات، زي اولا ان انا اختار نوع الزيت المناسب بحيث ان اختار الزيت المناسب للقلي، بمعنى ان هو يستحمل درجات حراره عاليه عشان ما يتاكسدش مني بسهوله ويسبب امراض صحيه، واهمها طبعا ارتفاع الكوليسترول الضار في الدم. تاني حاجه لو انا طبعا عايز اوفر في كميه الزيت، في بعض الارشادات اللي احنا بنقول عليها زي ان يتم تسخين الزيت على درجه حراره متوسطه بحيث ان الزيت البارد طبعا هيخليني ان الطعام ده يمتص كميه اكبر من الزيت، وبالتالي فانا هستهلك كميه اكتر. ولو محتاج يتم تسويه، يعني يتم التسويه ببطء، طبعا هضيف الطعام ده على درجه حراره متوسطه، بعد كده هيتم خفض درجه الحراره بحيث يتم التسويه ببطء. كمان الحراره الزايده قوي هتؤدي للاحتراق، يعني ما ينفعش ان انا احط الطعام في الزيت واستمر على درجه الحراره العاليه لان ده هيؤدي لاحتراقه وتبخره، فبالتالي هحتاج الى اضافه كميه اكتر من الزيت واستهلاك كميه اكتر.
تمام، يبقى اختيار نوع الزيت نفسه يا دكتور هبة، بالإضافة أيضا لطريقة التحضير، دي نقطتين مهمين جدا ان احنا نركز عليهم عشان نقلل في الهدر من استخدام الزيوت في الطبيخ. كمان فكره برضو ما الواحد بيحاول ان هو يروح للاكل الصحي اكتر، ده معناه دايما بيتقال له ايه، كل مشوي، كل حاجات خفيفه، حاجات ما فيهاش زيوت مهدرجه كتير او ما بيتمش تحضيرها من خلال كل مسلوق، معروفه دايما النصائح دي، وبالتالي نحاول نبعد عن الزيت على قد ما بنقدر. كل الشكر لحضرتك دكتوره هبه يونس، مدرس علوم الاطعمه في كليه علوم التغذيه في جامعه حلوان. يعني خبر حزين ومؤسف اليوم، فجر أكيد. اليوم رحل عن عالمنا الفنان القدير مصطفى فهمي عن عمر ناهز 82 عاما، وهو شقيق الفنان الكبير حسين فهمي الرئيس الحالي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي. وتوفي الفنان مصطفى فهمي بعد تدهور حالته الصحية خلال الساعات الماضية بعد إجراء عملية جراحية دقيقة. المزيد نتابع العرض التالي. يعني امبارح فعلا كان هو يوم صعب وتقيل يمكن على الفن المصري وعالم الفن المصري، لان كان ايضا هناك رحيل لعالم يعني الفنان الكبير حسن يوسف رحمه الله عليه عن عمر ناهز 90 عاما. الفنان حسن يوسف اللي برع في عالم السينما وخصوصا في ادوار الولد الشقي، واللي قدم عدد كبير جدا من الاعمال، من بينها انا حره، شفيقة القبطية، الخطايا، أصعب جواز، القط والسمان، المغامرون الثلاثة، في بيتنا رجل، وغيرها من الأفلام الجميلة اللي بنحبها كلنا، إلى جانب طبعا عدد كبير جدا من المسلسلات المشهورة، ويمكن كان من أبرزها ليالي الحلمية وإمام الدعاء وقضاء عظماء، مسلسل طبعا بوجي وطمطم للأطفال. تعالوا نتعرف ونفتكر تفاصيل أكثر عن رحلة هذا الفنان العظيم والراحل الله يرحمه حسن يوسف مع هذا التقرير، وبعد الفاصل أيضا هيكون معنا مع فقرة استوديو هذا الصباح. بعد رحلة عطاء فني طويل رحل عن عالمنا بالأمس الفنان حسن يوسف أحد أبرز نجوم السينما المصرية، حيث ترك بصمة عميقة في عالم الفن من خلال مجموعة من الأعمال التي تميزت بالتنوع والإبداع منذ بداية مشواره الفني. عرف حسن يوسف بأدائه المميز وشخصيته الفريدة التي انعكست على أدواره المتنوعة، حيث استطاع أن يقدم أعمالاً خالدة في السينما والتلفزيون المصري، متربعاً على عرش النجومية لفترة طويلة ومؤثراً في عدة أجيال بفضل موهبته الفذة وحضوره الجاذب. ولد حسن يوسف 14 من إبريل من عام 1934 في القاهرة، حيث نما شغفه بالتمثيل منذ الصغر، ما دفعه إلى الالتحاق بمعهد الفنون المسرحية لتبدأ مسيرته الفنية في فترة الخمسينيات مع ظهوره الأول على الشاشة، وجذب أنظار المنتجين والمخرجين بفضل موهبته، فسرعان ما تألق في العديد من الأدوار السينمائية التي شكلت انطلاقته الحقيقية نحو النجومية. ومع بداية الستينيات لمع اسم حسن يوسف في السينما المصرية، وتنوعت أدواره ما بين الشاب الوسيم ليصبح محبوباً لدى الجماهير، لا سيما أنه جسد بشكل مميز شخصية الولد الشقي التي أكسبته قاعدة جماهيرية واسعة، حتى أنه لقب باللقب نفسه. حي تماسك المقاشة بتقص ليه؟ أصلي بحبها يا أحمد. يا مين؟ الشقة. ما تتصورش قد إيه بحبها، وطبعا اللي يحب شيء ما يتأخرش عن خدمته. ما كنتش واخد بالي من الجمال اللي فيها،
يا سلام، ده بيت مدهش، ده بيت شعر من أرق الأشعار اللي في الدنيا. بيت العز يا بيتنا يا منور حكتك، بيت العز يا بيتنا. وادي يا ويلي، ايه اللي حاصل ده؟ وانا غيرت على غفله كده، ده انت لغايه امبارح ما كنتش صايم بيه. اصل كنت لسه ما عاشرتوش، والمثل بيقول تعرف فلان اعرف عاشرته ما عاشرتوش يبقى ما تعرفوش. الى جانب الادوار الرومانسيه والاجتماعيه، قدم حسن يوسف ادوارا خالده في افلام مثل رحلة شهر العسل وأسرار البنات وشيء من العذاب والحب والفلوس وشباب في محنة. كما تنوعت أدواره ما بين الكوميديا والتراجيديا، وقد تميز في كل منها بتقديم شخصيات تجمع بين الطابع الواقعي والتأثير العاطفي، ولقب بالولد الشقي. على الشاشة الصغيرة كان مسلسل إمام الدعاء من أبرز محطات حسن يوسف، حيث جسد السيرة الذاتية للشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي، وحظي المسلسل بنجاح كبير عند عرضه، ولا يزال يحظى بمتابعة واسعة. واحنا مش عايزين دية لا كتير ولا قليل. امال عايزين ايه بس؟ انا بقول الصلح خير، وان الطار ده مش شرع ربنا. عايز تقول ايه يا مين؟ انت يابا مش خلاص كتير الموضوع ده؟ ايوه بس عايز تقول ايه؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ وخلال مسيرته الحافلة، استطاع حسن يوسف أن يصبح جزءا لا يتجزأ من تاريخ السينما المصرية بفضل أعماله المتنوعة التي شكلت مدرسة في الأداء التمثيلي وجعلته رمزا فنيا خالدا. رحم الله الفنان الراحل حسن يوسف. أهلا بحضراتكم مرة تانية، ولسه مكملين حديثنا الأسبوع عن جماليات اللغة العربية. هناك تفاصيل كثيرة والإبحار في هذه اللغة الكبيرة، يعني التي تحمل المعاني الكثيرة والمفردات. ولا شك أن لعلم النحو فضل في حماية اللغة العربية وحفظها من الخلل، فهو معيار سلامة اللغة وميزانها. ظهر علم النحو بالتزامن مع انتشار الإسلام واتساع الفتوح الإسلامية، فكان ضرورة حتمية لسيما حين اللغة العربية مع غيرها من اللغات مع المسلمين من غير العرب. ويذكر أن النحو أول ما دون من علوم العربية في ظلال الإسلام، وبعدها ظهر التشكيل. مزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا ضيفنا العزيز في هذا الاستوديو الدكتور حسن سليمان، رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير أستاذ مروة. صباح الخير أستاذ، عذرنا على التلعثم. لا 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 لا، جميل. صباح الفل على حضرتك. صباح الخيرات. صباح الخير على السادة المشاهدين جميعا. الحقيقة سعداء وبنتشرف بوجود حضرتك معنا في هذا الصباح كالعادة، والحديث مستمر. ونستكمل الحديث عن علم النحو، وهذا العلم اللي مهما تبحر فيه الشخص بيجد دايما، أو الباحث بيجد دايما أنه فيه جديد وفيه ما يمكن أن يستزيد من علومه فيه. وبالتالي السؤال هنا، هي طبيعة الحال اللغة العربية عامة هي دائما بحر فضفاض لا ينتهي بالتأكيد، يعني ليس في النحو فقط، وإنما هي اللغة العربية عامة بصفة عامة بجمالياتها الجميلة في المقدمة اللي حضرتك تفضلت بها، فعلا تمتلئ بالكنوز والكنوز والكنوز بالتأكيد. طب لو هنركز فقط أو تحديدا على علم النحو، هل هو غاية؟ هل هو وسيلة من أجل التمكن والإجادة اللغوية؟ لا، هو وسيلة لتمكن الإجادة اللغوية، ووسيلة حديثة بالفعل لسبب،
لأن العربي في ذاته كان فصيحا وكان تلقائيا، وكانت بالنسبة له علم النحو بالنسبة له سليقة لغوية بالنسبة له ليس فيها عنت. لماذا؟ لأن كان العرب في صغر أطفالهم يرسلونهم إلى البادية حتى يتعلموا اللغة العربية فلا تختلط بغيرها من اللغات أو باللهجات المختلفة. وبالتالي فكان ينشأ الطفل بليغا وفاهما للقواعد النحوية الموجودة في اللغة العربية. جميل. أما حينما اختلط العرب بالعجم، وحتى يعني هذا الاختلاط أثر في كثير حتى ممن كانت نشأتهم عربية، فحدث هذا الخلط الذي كان من المستوجب فيه أن يكون هناك علم النحو لضبط هذه الأمور. وبالتالي فعلم النحو نعتبره وسيلة لغاية أن يكون النطق صحيحا. كان يرسلهم إلى البادية، إحنا النهاردة نبعتهم فين بقى؟ الأجيال الجديدة عايزين نبسط لهم اللغة العربية، نحببهم فيها، يتعلموا علم النحو بشكل أوسع، وإن هم يعرفوا لغتهم العربية قد إيه هي لغة حلوة، وقد إيه ممكن يستمتعوا بالمفردات والمعاني. وفي يعني يمكن في المستقبل في يعني بعض الأشغال اللي بتحتاج ده، أو بعض الوظائف التي تحتاج اللغة العربية بشكل كبير وبشكل متخصص أكثر. حقيقة سؤال جميل أستاذة مروة. يمكن سؤال حضرتك يشتمل على شقين. الشق الأول أنا أعتبره يعني كيف نحبب أطفالنا في اللغة العربية، والشق الآخر هي يعني هذا الزخم الموجود في اللغة العربية كيف يستفاد به إلى حد ما. حقيقة اللغة العربية من المفترض أن تكون لغتنا ليست في بعض الأعمال كما تفضلت، وإنما لابد أن تكون هي ديداً حياتنا، يعني هي ديداً وحياتنا في التعامل، بحيث لا ننفصل عنها على الإطلاق ولا ندخل فيها مثل هذه الفرنكو أعراب ولا هذه اللهجات المختلفة التي تختص حتى لو كانت بالمهن، وإنما لابد أن تكون للغة العربية قدسيتها التي لا تجعلها أو لا تجعل اللغة بها لحن وأخطاء. أما بالنسبة للأطفال فينبغي أن تكون هناك البرامج التي تحببهم في جماليات هذه اللغة العربية. كيف أن آتي بلفظة من الألفاظ وأبحث عن معانيها المختلفة والتي تتناسب مع سن الطفل، بحيث أنه هو الذي يلعب بهذه المفردة، كيف يأتي بها بمفردات بجمل بمعاني مختلفة. هذا كله يعني يمثل لون من ألوان المباراة بين الأطفال المختلفين والمتقاربين في السن في من يأتي بكلمة ويستطيع أن يأتي بجمل مختلفة تختلف في معانيها بناء على ورود الكلمة الواحدة. مثل هذه الأمور تحفز وتحبب الطفل في اللغة وتجعله يبحث عن الكثير والكثير منها، وكأنها نوع من أنواع اللعب الذهنية الجميلة بالضبط الممتعة في حد ذاتها. ولماذا لا نشغل ذهن الأطفال بهذه اللعب أيضا؟ لأنها اللعب هي المفيدة بالنسبة لهم، أفضل من كل ما تنتجه السوشيال ميديا من ألعاب وما شابه ذلك. نعم، التعليم من خلال المتعة هو أمر مهم جدا وأمر شائع في الكثير من العلوم، نأمل أن يكون أيضا من ضمن هذه العلوم علم النحو. لكن حضرتك ذكرت في سياق حديثك أنه علم حديث، من أول من وضع أسس هذا العلم ولماذا يعتبر علما حديثا؟ جميل. علم النحو يعني هناك مقولة بأنه من أنشأه أبو الأسود الدؤلي، وهناك من العلماء من يقول بأن سيدنا علي بن أبي طالب هو الذي وضع قواعده ثم استكملها أبو الأسود الدؤلي. ولكن يعني هناك مقولة قرأتها لأبي الحسن أحمد ابن فارس وهو من كبار اللغويين، يقول بأن علم النحو يتداولون بأن أبا الأسود الدؤلي هو الذي أنشأه، وإنما هو كان موجودا بدليل أن هؤلاء العرب في قصائدهم وفي منتدياتهم وفي نثرهم وفي وعظهم وفي يعني الحكم والوصايا التي كانوا يكتبونها كانوا يكتبونها باللغة العربية الفصحى وليس بها لحن على الإطلاق. وبالتالي هذا دليل على أن اللغة كانت سليمة وكان لها قواعد موجودة منذ العصر الجاهلي وما قبل ذلك. وبالتالي
نستطيع أن نخلص من هذا الأمر بأن اللغة العربية بالفعل أو علم النحو كان موجودا مؤصلا في لغة العرب من قبل أبي الأسود الدولي، ولكن الذي وضع القواعد حتى لا يعني يذهب الإنسان بعيدا عن تقعيد هذه اللغة هو أبو الأسود الدولي. ولكن يعني يقال أن الإمام علي بن أبي طالب كان له دور في وضع علم النحو، هل هذا صحيح؟ هل هذه معلومة صحيحة؟ يعني حقيقة الإمام علي بن أبي طالب هو يعني في خطابه مع أبي الأسود الدولي قال أنحو هذا النحو، ومن ولذلك سمي علم النحو بناء على هذه العبارة التي قالها سيدنا علي إلى أبي الأسود، وضع له بعض القواعد ثم صار عليها. وأيضا نستطيع أن نقول بأن التقعيد والأبواب التي جاءت في علم النحو كانت من خلال هذه يعني بعض اللفتات التي كانت حتى مع أبي الأسود الدؤلي مع ابنته، حينما سألته يعني ما أشد الحر، وكان يوما شديد الحرارة، فقال لها القيض وما نحن فيه يا بنيتي، فتعجبت، هي لم تسأل عن شدة الحرارة في أي وقت من النهار، وإنما هي تتعجب. وبالتالي فهنا وضع بابا من أبواب النحو عظيمة جدا جدا. لماذا؟ لأنها قال لها إذا أردت أن تتعجبي من شدة الحرارة فعليك أن تقولي ما أشد الحر، لكن هي في قولتها قالت ما أشد الحر. وبالتالي فهذه تختلف عندي، ما أشد الحر ما مبتدأ وأشد خبر، لكن التعجب ما نكر تعجبية مبتدأ وأشد ده فعل، وما بعدها يعني يمثل بالنسبة لها خبر، وبالتالي اختلف المعنى من والحر هتبقى مفعول به. وبالتالي هنا استنبط أبو الأسود الدؤلي باب التعجب وباب الفاعل وباب المفعول. وأيضا يقال بأن يعني أبو الأسود الدؤلي طلب من زياد بن أبيه أن يكتب شيئا يقعد فيه الكلام بحيث لا يكون هناك فيه لحن، ولكنه رفض. وحينما أتاه عربي وقال له يا أمير المؤمنين مات أبانا وترك بنون، فقال مات أبانا وترك بنون، ارسلوا إلى أبي الأسود الدؤلي وقال له اصنع ما كنت تريد أن تصنعه. لماذا؟ لأنه وجد بأن هناك خلط في اللغة لا ينبغي أن يكون. وأيضا يعني أبو الأسود الدؤلي حينما وجد رجلا آتيا ويجر فرسه فقال له يا أبا سعيد اركب الفرس، فقال إن فرسي ضالع، فضحك القوم، ضحكوا من كلمته. لماذا؟ لأن كلمة ضالع لا تأتي إلا مع الفرس الذي يحمل أحمالا كثيرة وهو لا يحمل شيئا، فضحكوا. فقال أبو الأسود الدؤلي إن هذه الأمة بما فيها من عرب ومن عجم، هؤلاء في حاجة ماسة إلى أن نصنع لهم شيئا يقوم لسانهم. يعني الحقيقة أنها كلمات أو قصص جميلة جدا، خصوصا حضرتك بتتحدث عنها بهذه الطريقة المبسطة، بنفهم مع حضرتك عن سبب الاحتياج لوجود مثل هذا العلم، علم النحو. ماذا عن باقي العلوم المعنية بتشكيل الحروف في باقي الكلمات؟ يعني غير آخر الكلمة وهو الأمر المعني به علم النحو. يعني هناك تشكيل لآخر الكلمة، وهذا يختص به أبواب النحو المختلفة، الفاعل والمفعول والفعل وعلامة الرفع الضمة وعلامة النصب الفتحة وعلامة الجر الكسر وهكذا. هذا هو علم النحو الذي يختص بإعراب أو بتشكيل آخر الكلمة. أما داخل إطار الكلمة فهذا ينبغي أن يكون المعجم هو سيد الموقف في هذا الأمر. لماذا؟ لأن الكلمات تختلف في نطقها وفي معانيها. حينما نقول عرض غير عرض غير عرض، يعني رأيت السفينة في عرض البحر، في عرض تمثل، يعني كلمة عرض هي جانب الشيء أو وسطه، عرض ده عكس الطول، أما عرض هو الشرف والأمر الجميل. فحينما ننظر إلى يعني السفينة في عرض البحر، كلمة عرض هنا
لابد أن تكون اسما مجرورا به وعلامة الجر الكسرة، وبالتالي في آخر الكلمة مجرور بالكسرة، وهذا هو يختص بعلم النحو. أما في المعجم فهو الذي ساعدني في أن أعلم معنى هذه الكلمة، ولابد أن أكتبها بضم العين وكسر وسكون على الراء، عرض البحر. تمام. طب لو تحدثنا عن إنشاء المعاجم، كيف دعمت اللغة العربية؟ كيف أفادت وجود اللغة العربية بشكل عام؟ هي قومت اللسان العربي وأعطت المعاني المختلفة في الكلمة الواحدة. كما قلنا مثلا كلمة عرض وعرض وعرض، لا لن نعلم الاختلاف بينهم إلا من خلال المعجم. كلمة بر، وهو من بسط من اليابسة ولم يغطيه الماء، بر. طيب، وبر والقمح، والبر وعمل الخير. إذن كيف سنصل إلى هذه المعاني إلا من خلال المعجم؟ بالتأكيد، والمعجم هنا يعني هيبقى لينا إن شاء الله، نتمنى أن حضرتك تكون معنا ونبحر سويا في علوم الخاصة بالمعاجم، لأنها باب كبير جدا إذا تم فتحه. إحنا خدنا بس يعني جزء سريعا أو مررنا عليه مرورا سريعا مع حضرتك. والكلام عن المعاجم كلام كثير يعني. بالتأكيد. نعم. بنشكر حضرتك طبعا على تشرفنا وعلى وجودك معنا الدكتور حسن سليمان، رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق. ألف شكر لحضرتك، شرفتنا. شكرا جزيلا، وشكرا لكم، وشكرا للسادة المشاهدين. بالتأكيد، الشكر موصول للسادة المشاهدين على حسن متابعة، وتحياتي ليكي مروة زميلتي العزيزة مروة فهم. بشكر طبعا كل متابعي إسرا نيوز في كل مكان، ووصلنا إلى ختام حلقة النهاردة، نشوفكم بكرة مع أخبار جديدة، وإلى اللقاء.